سمنا عالم مثير لأنه عالم فيه الكثير من المحاولات التي قد تصيب صاحبها بالإحباط. مريض السمنة زي ما هنشوف دلوقتي ممكن يحاول يخس ويدخل في تجربة واثنين وثلاثة ويفشل. الفكرة أنه يبقى عارف موقعه فين. هل أنا مريض سمنة متوسطة؟ هل أنا مريض سمنة مفرطة؟ هل أنا مريض سمنة بسيطة؟ أنا فين؟ ده اللي هناخد بالنا منه. هو يعني القرار بتاع السمنة في ان انا اقرر امتى بالظبط هعمل ايه بالظبط في توقيت ايه, ده مهم جدا. يعني مثلا اللي احنا شايفينه ده مريض سمنة مفرطة, فكرة الرياضة بالنسبة له ماشي حلو, مش هقول لا, الرياضة حلوة لكل الناس, بس الرياضة هتعمل ايه في السمنة المفرطة؟ لازم الرياضة يسبقها قرار صحيح. تقليل الاكل, طبعا لازم يقلل اكله بس برضه وياكل اكل صحي, بس لازم نبقى فاهمين ان السمنه المفرطه عامل خطير جدا جدا. لما نيجي نشوف الفيديو تاني هنلاقي ان هو حاول محاولات كتيره لكن لم تنجح بشكل يعني مبهر بالنسبه له, ما اديتوش اللي هو عايزه, قرارات صحيحه, اصحى من النوم في التوقيت المناسب, همشي على التريد ميل, كل حاجه اتعملت تمام, بس انت سمنه مفرطه. سمنه مفرطه في العلم مصنف التعامل معها, الكلمة دي مهمة قوي, عملية. قد في بعض الحالات ما تعملش, بس دي حالات مش هي الأساس, مش دي العلم بيمشي عليها. احنا بنقول لو في 100 واحد زيه كده في نفس الوزن حاولوا يعملوا أنظمة غذائية, كم واحد هيفشل وكم واحد هينجح؟ ولو واحد عمل 100 دول عملوا عملية, كم واحد هيفشل وكم واحد هينجح؟ مين اللي يناسبه الإجراءات اللي احنا شفناها من جري وأنظمة غذائية اللي عنده أوفر ويت, زيادة في الوزن؟ لكن السمنة المفروض قصة مختلفة شوية. تعالوا نفهم أكتر, والنهاردة لأول مرة هنتكلم بالتفصيل كمان عن نوع معين من الجراحات الخاصة بالسمنة المفروض. هخلي لكم مفاجأة مع ضيفي العزيز, اسم متميز للغاية وقيمة علمية كبيرة واسم قدير في عالم جراحات السمنة, واحد من نجوم عالم جراحات السمنة في الوطن العربي, الأستاذ الدكتور كريم صبري, أستاذ جراحات السمنة والمناظير, الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس, المدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل, والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستشفى, والمدير لوحدة جراحات وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا, وعضو كلية الجراحين الأمريكية, والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. وحشني جدا جدا جدا. شكرا. انا عايزك تفهم الناس ايه هو الريبوت وازاي بدات افكار ان هو يستخدم في جراحات السمنه بشكل مكثف الفتره الاخيره. هو الحقيقه لسه ستيل احنا عندنا الروبوت في مصر متوفر وفي العالم معمول بيه في كل العالم في مختلف التخصصات, وخصوصا امريكا يعني يمكن عندها اكبر عدد روبوت يعني في العالم. احنا فكره الروبوت احنا هو مازال الجراحات اللي تجرى بروبوت هي روبوتيك اسيستد سيرجريز, بمعنى ان انا اللي بدي الاوردرز زي ما احنا شايفين في الفيديو, انا اللي بدي الاوامر الاوردرز للروبوت اللي هو بيتحرك جوه البطن بالمنظر ده وبخليه يعمل عمليه, هو اللي بيبقى يعني ملاصق للمريض, انا ببقى بعيد عنه خالص كاني قاعد على الديسك ده وهو بعيد بالمنظر ده, انا قاعد بعيد خالص, الروبوت هو اللي ملاصق للعيان وبيقوم ويؤدي الوظائف اللي انا بديها له من صوابعي, يعني انا بس بحرك ايديا فيقوم هو بقى يتحرك بالالات بتاعته وابتدي ان هو يعمل العمليه. يعني هو مازال الروبوت مش بيعمل العمليه لوحده, لا احنا هي اتس روبوتك اسيستد سيرجريز, يعني انا اللي بدي الاوردرز للروبوت, يعني هو ما بيعملش حاجه لوحده يعني, ويمكن دي تبقى خطوه مستقبليه ان الروبوت يشتغل زي ما احنا شايفين في الصوره. احنا شايفين ان هو بيتحرك, بقى ايه فايده بقى الروبوت, يعني ايه فايدته ان انا ابعد عن المريض وان الروبوت يشتغل لوحده؟ يعني انا ببقى قاعد, بالنسبه للفايده للجراح هي كتيره خالص يعني لا تحصى, يعني الجراح بيبقى قاعد زي ما انتم شايفين كده, انا قاعد بعيد خالص مرتاح بدنيا. احنا عندنا علم اسمه الارجونومكس في الجراحات. الارجونومكس مينز ان انا لازم ابقى قاعد مرتاح وانا بعمل الحاجه اللي انا بشتغلها, يعني زي اللي بيسوق عربيه لازم يكون قاعد مرتاح وبيتحكم في العربيه, بيظبط الكرسي, بيبقى رجليه معدوله, ايديه مرتاحه يعني. وبالتالي لو انا كجراح شغال جراحه لمده 3 ساعات
يفضل طبعا ان انا ابقى قاعد ومرتاح، انا مش متعقم اصلا، ده انا قاعد بعيد خالص، ما عنديش اي ستراجلينج مع اي حاجه خالص. الرؤيه هي ثلاثيه الابعاد هاي ديفينيشن، يعني انا لابس النظاره زي ما كاني بتفرج على فيلم 3 دي، والرؤيه مجسمه جدا جدا جدا، يعني انا بشوف الحاجات اكبر من حجمها، مضاعفه، رؤيه واضحه جدا جدا جدا، غير المناظير العاديه، فالرؤيه دي تعتبر رؤيه مجسمه ثلاثيه الابعاد. النمره الثالثه، انا مش محتاج بقى حد كاميرا مان، يعني اللي ماسك الكاميرا اللي عامله روح وتعالى واطلع لي هنا وبالمنظار العادي واطلع فوق وانزل تحت وتلاقي فيه انجلز صعبه وستراجلنج، انا مش محتاج، يعني بس جوست ان انا بدوس على زرار وانا شغال بصباعي حركه كده يمين شمال زي البلاي ستيشن كده. هو زي البلاي ستيشن، هو ده بلاي ستيشن، هو بلاي يعني ستيشن. هو زي البلاي ستيشن انت بتتحرك. هو نفس على فكره الافكار بتاعه البلاي ستيشن يعني الموجوده في العالم. انا اتفاجئت، انا كنت البلاي ستيشن الفايف بقى الجديد في زرار بالظبط بيحرك الكاميرا بالظبط زي الروبوت. ودلوقتي في خاصيه كمان في ان هو بيتحرك مع حركه ايديك، هو نفس الروبوت نفس القصه يعني. ده بالنسبه لفوائد الجراح يعني رؤيه. فوائد الجراح كمان ان انا عندي ريست، الريست دي فليكشن واكستنشن ميد روتيشن لاترال روتيشن، له حركه يعني حركه ليميت الحركه. الروبوت ملوش حركه، ملوش ليميت للحركه، يعني انت عايز تقلب 180 درجه 360 درجه بالالات بتتحرك لانها يعني طبعا بتدي رينج اوف موفمنت اعلى. ودي اهميتها ايه بقى؟ لو مجال حركه اكبر بكتير، اكبر. انا بقى لو عندي عمليه اعاده وعايز ادخل الهياتس، او يعني عندي فاتح جاب حاجز كبير وعايز ادخل الهياتس بسهوله، فاقوم اعمل ايه؟ انا دلوقتي بيديني رينج اوف موفمنت اعلى واسهل في الحركه زي ما حضرتك شايف كده، يعني ده يعني ده انيميشن جميل خالص. احنا شفنا اللي احنا شفناه هنشوفه انيميشن دلوقتي، يعني ده تقريبا نفس اللي حاصل في بس ده على فكره عدد المدخلات اكبر من اللي انت كنت داخل بيه بالظبط، يعني احنا بنشتغل بس باربع الات هنا تقريبا، ده عدد اكبر شويه. ويعني ده يعني طبعا دي حاجه بسيطه يعني، فطبعا بيسهل لي انا كجراح ان انا اوصل لاماكن جراحيه صعبه. كمان لو انا عندي عيان سوبر سوبر اوبيز، احنا عندنا في حاجه اسمها التورك. التورك دي ان انا الالات بتاعت المنظار هي الات صغيره كده زي القلم، بتدخل في جدار بطن سميك، بتدخل فيه، وبالتالي الحركه بتاعتي يعني خلال جدار البطن بتبقى صعبه في الناس اللي هم عندهم شويه الفانتيزس في البطن او ان يكون عندهم اوبيزتي عاليه شويه. وبالتالي انا بقى دلوقتي انا الـ بيشيل عني الروبوت بيشيل التورك او بيشيل المقاومه ما بين الالات وجدار البطن. يعني انت بتشتغل اتقيس، ما انتش محتاج ان انت تبقى تستراجل ان انت تحارب مع العيان. العيان اللي مفيش مكافحه، مفيش كفاح، ولا يعني نفس قعده البلاي ستيشن على فكره. صحيح، ده ممتعه جدا. ممتعه جدا جدا جدا. يعني طب ده هيعود على العيان بايه بقى؟ يعني ده يعود على العيان بايه؟ انت طول العيان طول الجراح ما بيبقى مستريح، ما بيبقاش عنده صعوبه في الاداء، عنده رؤيه اعلى، انت بديك دقه اعلى في الجراحه، بتاخد خطوات جراحيه سهله محكمه في وقت قصير، تقليل المضاعفات بنسبه كبيره جدا جدا. الالات بتاعته هي 5 مللي بس، يعني بورتات 5 اللي هو بيدخل منها، وبالتالي الانسيشنز بتاعته برضو صغيره. العمليات اللي هي طويله المدى زي عمليات الاعاده، انت بتبقى طبعا يعني في اجهاد شديد. انت لو بتشتغل بالروبوت انت يعني ما بتعملش حاجه تقريبا، انت بتشتغل بس بتحرك حركات بسيطه جدا انت بتشتغل بيها، وهو بينقل الحركه يعني بياخد اللود ده عنك. النمره اللي بعد كده، في بعض الجراحات زي عمليات تحويل مسار المعده الكلاسيكي، في وصله احنا عندنا وصله يعني تعتبر من الصعوبه في الناس اللي هي السوبر اوبيز، الناس اللي يعني اللي وزنهم زياده قوي، بيبقى الوصله دي فيها يعني شويه صعوبه في الارجونومكس، ان انا الف واخد غرز بصعوبه شويه. الروبوت ما عندوش الصعوبه دي، يعني هو بيذلل الصعوبه والشغل في الاماكن الصعبه في الوصلات اللي هي الصعبه. طبعا السوترينج سهل جدا، يعني ده حاجه يعني تعتبر يعني مميزه جدا في الروبوت، ان هو السوترينج او الخياطه اللي احنا بنستخدمها، طبعا دي بتبقى يعني حاجه سهله جدا. يعني طبعا هو مفيد جدا للجراح، مفيد جدا في العمليات، بس الحقيقه احنا عندنا مشكله انه مازال التكلفه بتاعته اعلى من يعني التكاليف، التكلفه الطبيعيه بالنسبه للمنظار.
عشان كده احنا مخليينه للحالات اللي هي الاصعب شويه عشان تبقى ورث، يعني ان هي تستحق نستخدمه، يستحق يعني ان احنا نستخدمه فيها. لكن الحقيقه طبعا لو انت حضرتك بتسالني الفرق ما بين عمل مراره بالمنظار او عمل مراره بالروبوت، ما فيش فرق خالص. يعني انا اتمنى ان انا اشتغل بالروبوت طبعا في كل الحالات، لكن يعني عشان التكلفه تعتبر اغلى، لا المنظار في العمليات السهله اسهل واوفر. طيب عمليه مثلا تكميم معده سهله في وزن صغير، يعني اللي خلينا ابتدي اشتغل بالمنظار اكون خلصت العمليه بال بال, بال, بال يعني خلصت بالروبوت خلينا اشتغل بالمنظار بسهله. لكن انا احنا المفروض ان احنا نشتغل بعقلانيه شويه، طالما ان طبعا هيبقى في تكلفه اعلى، احنا نخليه للحالات اللي هي الاصعب، حالات الاعاده كلها، حالات الاعاده بمعنى ان العمل عمليه وفشلت العمليه وانا عايز اعمل لها ريدو اصلاح تاني. ده بقى ممتع جدا في ان انت حضرتك تشتغل تليفات كتيره، التصاقات كتيره، احيانا بيبقى في فتح حجاب الحاجز محتاج تشتغل بيه، ده بيديك سهوله اعلى ويعني امكانيه على تذليل العقبات الجراحيه بسهوله كبيره. في برانشات تانية ريبورت عمل فيها النجاح كل الجراحات الحقيقه طبعا في جراحات اليورولوجي اللي هو جراحات المسالك نجح فيها قوي جدا جدا، خصوصا في البروستاتا الحقيقه، البروستاتا والكلى والكلى. احنا الفكره برضو احنا مش عايزين حد يسافر من مصر بره عشان يتعالج بره يبقى بيسال على الروبوت بره مصر بسبب ان العمليه بتاعته هتبقى اسهل بالروبوت. احنا مش عايزين نعمل ده، احنا عايزين نوفر كل الامكانيات عندنا في مصر لكل انواع الجراحات. الروبوت يمكنه اجراء كل انواع الجراحات بانواعها في مختلف التخصصات، نشتغل بيه مسالك، نشتغل بيه قولون عندنا في الجراحه، نشتغل بيه جراحات سمنه، نشتغل بيه جراحات جهاز هضمي علوي، نشتغل بيه كل انواع الجراحات. احنا بس مشكله لسه في الريسورسز او الامكانيات الماديه التي يمكن هي بتتحكم في انتشاره بصوره كبيره. القادم في الريبورت هيكون افضل يعني اسعاره هتبدا تبقى ريزونبل كل ما يتقدم عشان في تنافس في الشركات كتير. عشان في تنافس وكل ما ينتشر الاستخدام كل ما يقل السعر بالتحديد. لكن خلينا اقول لكم انه من اهم الاشياء اللي الريبورت بيوفرها حاجتين لفت نظري. اولا راحه الجراح دي شيء مهم جدا، لانه كل ما يرتاح الجراح كل ما يبدع وكل ما خلاص كل تركيزه هيكون في اداء العمليه. حاجه تانية المهمه قوي زاويه الحركه دي، انت شرحتها بشكل رائع جدا لكن الناس مش متخيله قيمه زاويه الحركه بتاع الانجليشن بتاعه جدا مهمه طبعا. انا في حته ضيقه اقول لحضرتك ده بينعكس ازاي. احنا يعني في بعض الاوقات اللي حضرتك ممكن تتعقم فترات كبيره في العمليات بتطلع بوجع في العضلات، عضلات الرقبه بصوره يعني طبعا مؤلمه جدا والظهر، ودي حاجات يمكن مشاكل مرضيه للجراحين بسبب يعني وقفتهم في العمليات بصوره طويله في عمليات صعبه، وده يمكن في مختلف الوظائف. يعني العسكري اللي واقف في الشارع فترات كبيره بينتظر الدوالي وبينتظر الحاجات، احنا كجراحين وناس بتقف بتشتغل بمنظار في عمليات صعبه فترات كبيره هو طبعا. فالجراح لما يكون مستريح فعلا ده حقيقه تركيزه بيبقى عالي جدا، الرؤيه بتاعته هو مستريح، عينيه مرتاحه، شايف كل حاجه بوضوح، انت ما عندكش سترجلينج، يعني انت شغال ات ايز. واحنا لازم نؤمن انه كلما زادت الامكانيات الطبيه وكلما زادت الامكانيات بالاجهزه، يعني احنا ما بنقارنش منظار بروبوت، يعني المقارنه صعبه. يعني طبعا لو حضرتك سالني انت تحب تشتغل بايه طول الوقت، طبعا اشتغل بالروبوت، انا هابدع فيه لانه دي حاجه يعني سلسه جميله سهله بتوفر سيفتي. اكيد ده بينعكس على المريض برضو بالسيفت الاعلى بوقت عمليه اقصر، فتحات صغيره ما بيقعدش في المستشفى فتره كبيره. السيفتي ده هدف بقى كل ده، السيفتي الامان الاكثر. نورت وشرفت وابدعت كعادتك. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس، المدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه وحصل على تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه. ضيفي العزيز شرح النهارده واحده من احدث انواع التدخلات الجراحيه المساعدة. ما ننساش ان الريبورت هو مساعد جراحي، مساعد جراحي، مش هو اللي بيقوم بالعملية، جراح هو اللي بيقوم بالعملية، لكن هو يسهل اجراءات كثيرة جدا زي ما شرحنا بالتفصيل. خليكم مع الدكتور.